كانت هذه الرحلة من أكثر الرحلات التي قضاها بشر في عرض البحر. ماذا حدث للصيادين المكسيكيين؟ كم أمضى الصيادين المكسيكيين في عرض البحر بلا إمدادات، وكيف عاشوا وبقوا على قيد الحياة؟ ماذا تتوقعون؟ اكتبوا لنا في التعليقات وتابعوا الحلقة إلى النهاية لمعرفة الحكاية. قبل شروق الشمس بقليل في 28 من شهر أكتوبر من عام 2005، أبحر لوسوريندن وسلفادور أردونيز وجيسيس فيفاند مع صديقين آخرين من ميناء سان بلاس نايرات في المكسيك على متن قارب مصنوع من الألياف الزجاجية في رحلة صيد لأسماك القرش. ثم قاموا بوضع أدوات الصيد والطعم لالتقاط أسماك القرش، ولكن في اليوم التالي لم يجدوا أي أثر لأدواتهم الثمينة، وبدأوا بالبحث عنها في عرض البحر واستنفذوا كل ما يملكون من وقود في سبيل ذلك. وبعد توقف محرك القارب كانوا بعيدين جدا عن الشاطئ ولم يستطيعون التجديف بسبب الرياح والتيارات البحرية القوية التي جرفتهم إلى عرض المحيط. كانوا يملكون من المؤن ما يكفيهم لأربعة أيام فقط، وبعد نفادها استسلموا للعطش الشديد وبدأوا بالشرب من مياه البحر. ولحسن حظهم بدأت الأمطار بالهبوط بعد مرور 8 أيام، واستطاعوا تجمع 200 لتر من الماء العذب في خزانة الوقود الفارغة. ولكن الحصول على الطعام لم يكن بالأمر السهل، فقد أكلوا مرتين فقط في شهر نوفمبر بعدما التقطوا سلحفاة كانت تطفو على سطح الماء للتنفس، وقاموا بقطع رأسها وأكل لحمها الني وشرب دمائها. ولكن اثنان منهم لم يستطيع أكل اللحم الني وفارقوا الحياة من شدة الجوع في أواخر شهر نوفمبر. وبعد مرور عدة شهور كانوا قد اصطادوا أكثر من 100 سلحفاة، وكانوا يستخدمون المسامير كسنانير لصيد الأسماك الصغيرة. ثم استطاعوا صيد أسماك أكبر ككلاب البحر وأسماك القرش، حيث صنع الصيادين خطافات بالخيوط والأسلاك من المحرك، وصادوا السلاحف بالغوص في المحيط بحبل مربوط حول خصورهم. لقد أكلوا كل شيء وجدوه واستطاعوا الإمساك به كاللحوم والدماء والعظام والبيض. لقد عبروا ثلثي المحيط الهادئ غربا لأكثر من 8800 كيلومتر بعد أن صنعوا شراعا بالبطانيات، واستمروا باتجاه الغرب متبعين الرياح والتيارات، حيث كان متوسط سرعة الرياح 4 كيلومتر في الساعة. بقوا في هذا الطريق بعد أن أدركوا أن عبور المحيط سيكون أسهل إلى جهة الغرب بدلا من مواجهة الرياح للعودة إلى المكسيك، لأن الأمل بالفعل عاد إليهم عندما رأوا طائرات تحلق من الغرب. واستمروا في الإنجراف حتى 9 من شهر أغسطس من عام 2006، عندما تم رصدهم على رادار سفينة صيد التونة التايوانية على بعد 200 ميل من شمال أستراليا في الشرق من جزر مارشال. أمر القبطان الطاقم بالإبحار باتجاه الإشارة للتحقق، معتقدا أن إشارة الرادار كانت قوية جدا بحيث لا يمكن أن تكون مجموعة من النوارس البحرية. سرعان ما وصلوا إلى القارب، وأفادت التقارير أن الناجين نحيفون للغاية وجائعون لكنهم يتمتعون بصحة جيدة. أخذهم بحارة القارب التايواني على متنه وقدموا لهم الطعام والرعاية الطبية والملابس، واستراحوا لمدة 13 يوما حتى نزلوا في ماجورو في جزر مارشال في 22 من شهر أغسطس من عام 2006، حيث تم تسليمهم للسلطات المحلية وبعد ذلك إلى مسؤول من السفارة المكسيكية في نيوزيلاند رتب لإعادتهم جوا إلى المكسيك. عادوا إلى المكسيك في 27 من شهر أغسطس في عام 2006، والغريب هنا أنهم عادوا إلى سان بلاس لمواصلة صيد سمك القرش. لطفا منكم أيها المتابعون الكرام، إن دعمكم بالإعجاب والتعليقات يجعلنا نعطي أكثر وأكثر في هذه المواضيع الشيقة والمحتوى المفيد. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقات جديدة ومميزة في قناتكم المفضلة قناة مرجانيا.